أيضا أن يحرص أفراد الأسرة جميعا أن لا يظلم أحد أحد. قد يقول قائل: كيف يظلم أفراد الأسرة بعضهم البعض؟ هذا يا إخوة يحصل، نسأل الله لنا ولكم العافية، إما في التعامل أو في تجاوز حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى من أمور. على سبيل المثال النفقة الواجبة على الزوج اتجاه الزوجة، وأن يعني يهيئ لها من أسباب العيش الكريم بقدر ما يستطيع بلا شك، على الموسر قدره وعلى المعسر قدره، كل واحد بقدر ما يستطيع، لكن يقتر على أهله ويبذر في جوانب أخرى، هذه واحدة من المصائب التي يقع فيها إيش؟ يقع فيها بعض الناس. والإنسان مأمور بالاعتدال في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن هذه الوسطية كما مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاعتدال مطلوب في كل شيء. أيضا هناك يعني من المصائب التي تحصل أحيانا بين أفراد الأسرة، وهذه المصائب يعني خاصة إذا مات رب الأسرة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، فلربما يعني تغشم أحد الأولاد على تركة أبيه وحاول أن يسيطر أو يستولي أو يظلم بقية أفراد الورثة، ولربما يقع هذا الظلم أيضا من الموروث نفسه. يعني كما يخبرني أحد الإخوة الذين يشتغلون في بعض المصالح المتعلقة بتوثيق الوثائق والوصايا، يقول أنه أتى يعني شخص يوما من الأيام إلى أحد القضاة ويطلب من ذلك الشيخ ويطلب من ذلك القاضي أن يكتب أو يحرر له وصية بأسماء البنين أن لهم كذا وكذا من الأموال ليصرف التركة عن أن تصل إلى أيدي البنات كونهن تزوجن مع الآخرين. هذه مصيبة من مصائب. الرب سبحانه وتعالى حذر أيما تحذير بعد آيات المواريث عن الوقوع في المعصية وتجاوز حدود ما أنزل الله في هذه الآيات. فهنا ينتبه الإنسان لمثل هذا، بل أن هناك من الأحوال أجارنا الله، هل هذا يعني هذا بعيد كل البعد، تكون هذه الأسرة بعيدة كل البعد عن مقتضيات السعادة، عندما يصل الحال أنهم أعاذنا الله وإياكم يترافعون في المحاكم أمام القضاء على مادة هذه الدنيا الزائلة. فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها.